بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين سنكسار زورها تكمت يه يمكليت زتوايدو دمتنو يهن يكدوسان تاريك يمين نكربتن منفس هاوي چانال لايك شير سبسكرايب بمادرك بيتسب يهونو تكمت هازتين تكمت هازتين بزي چكن أبونا ساموئيل زدبر وغق عرفو بكهاديو نغس بمكسيميانو الزمن قدوس ديمتروس زت سلونكي بسمايتن نتعرفا يدبر زهن ممهر تقاو دنجيل عرفا أبا ساموئيل تعديك زدبر وغق تكم تازتن بزي چكن تالاكو يتوبياوي تعديك أبونا ساموئيل زدبر وغق عرفو تعديكو أبونا ساموئيل انرياسنا أرسونيا كمي بالو يبكو دقا قباتنا اناتا تشويت والدود بشوا هاقر سبكت قدمو تلاليش زاري بولغا بمي بالو أوراجانو يولاجو تشاتشو بقو مقبارنا هايمانوت قدوس تكلا هايمانوتن كدبر ليبانوس هانساستو ببيتا تشو هيدو اندستنا قدو عدرقوال لجسلال نبراتشو يازنو نبرنا أبونا تكلا هايمانوتنم بتقع اغزابير تغلط ولاتشو اغزابير تاوتاتن يميسبر اغاننتن بصلوتو يميارق حزبن كهاتيات بشتا يميادن فطاريون يمياسدست دغليج تولدالاتشو بلو تنبيت نغرواچوال بتنبيتو مسرت ابونا ساموئيل حملي 10 كن 1248 عامتمرس سيولدو ملكاتشو بأرات ليو ليو هبرا ملك يتلو عوطة عندكزي اند بردو عندكزي اند سات عندكزي اند الملامينا بيچ اهونو تايتوال ابونا تكلا هاي مانوتم باباتو اندرياس بكل يسقاز مدوسي هونو يمنفس قدو سما باباتي هونو تننا بارباكن كرستنان ستو سما كرستنان ساموئيل عالوت ترقوام يوم اغزيابير تسألوتين سماي مالتنو كتعان النتم جمرو بمقبار بهاي مانوت كوتكوتو أسادقو لديكو النابكتو بوحالام أمن كسوتال دبرو أغاقي ميلو سيامي تغنيو كملايكتنو درسان ورائل بسفيون دمياتتو كدوس ورائل يجيتاتشين دم ببرهان تسواتك أبلو عالمن يرجع سيكادسات يا زون تسوى بدبر اسفوق قوموس حلنو چلتو ينتفطفو يان گيزيم دبر اسون يبرهان وگاگان سياتلقلقو ملائكتن بوتاون دبر وگگ ويم يبرهان ترارا بلو سيموتال قدوس ميكائيلم ودفيت فطاريون يمياگلگل تالاق صادق يوطابتالنا يهچن بوتا باركات بلو قدوس ورائيل بنقرو مسارات باركوات اندار رغة درسانة ورائيل لاي بسفيو تصفوال ببوتاو لاي بزوغزي يبرهان مسوسو تتكلو متايتون يبقو قداماويان بچاساي هونو بكتما يالونا لمسالم ودبوتاو يهدو دقن ياساووچم بأيناتشو يايوتن يناقرالو بقدامو زوريا እጅግ በጣም ብዙ ሰውራን ቅዱሳን እንዳሉ በግልጽ ይታወቃል። ንጉስ አምደ ጽዮን በክፎቹ ምክር ያባቱን ሚስት እንጀራ እናቱን በማግባቱ ምክንያት አቡነ ፊሊጶስ ጋር ሆነው ያወገዙትን የቅዱስ ተክለ ሃይማኖትን ወገኖች በየአውራጃው በተናቸው። አቡነ ፊሊጶስንም ደሙ በምድር ላይ እስከሚንጣለል ድረስ ገርፈው ወደ ነበረበት ቤት ወሰዱት። ፊሊጶስም በሚሄድበት ቦታ ላይ ሳይደርስ በመንገድ ሞተ። እንድሪያስ፣ አኖሪዮስና ተክለጽዮን ሁላቸው ከተከታዮቻቸው ጋር በሰማይትነት አርፈው እነ ስድስተይ በመትባል ምድር ተቀበሩ። ጳጳሱን አቡነ ያዕቆብንም ደሙ በመድር ላይ እንደውሃስ ኪወርድ ድረስ ገርፈው ወደ ሀገሩ እንዲሰደድ አደረጉት። ከዚያም በኋላ ሃይማኖቱ የቀና ደግ ጻድቅ ንጉስ ዳዊት በነገሰ ጊዜ አባታችን ሳሙኤል ዘወገግን አገኘውና መማጸኛ እንዲሆነኝ
بندرياس مكابر لاي بيتا كريستيان سرالين بلو لمنونا يروفايلن بيتا كريستيان سرالت يندرياس نماز كمكدسو سر انورو نقصو مبزيا بندقبتو ناوراجا بزيا بندقبتو ناوراجا هلو لاي باتريار كادر قشومو بأنس الدستاي اگر لالو سواتشم هلو عبات وناتشونا يمنفس قدوس لجونم تاديوسن ممهرنا عبات عدرقو شومل لاتشونا تلالي شدو اناتو نيزو تقاقا مدروغا قوستو امن اكوسات ابونا ساموئيل ودا مدررستو دبروغا قييهد بزيا لو لجوتشون اياتنالنا ودا اندقبتونا وراد جاميه تملسة دنك دنك تامراتن اياد الرقا ونجيلن اياستمارا او تاملاكي وچن ودا كرستنا اياك ايرا عقان انتنا ملكي عبوتا وچاتشون ايادفا ابيات كرستياناتن ايانتا ببزو تقالو نورا بكدوس قرلو وست بتعام اسقرامي بهونا ملكو اجيق بزو تاريك وچ تتك سوال نزيم تاريك وچ وست ابونا ساموئيل بهاگراتشن بتعام بزو تاقوتاتننا مملكيا بيتو تشاتشون يادفو بسووج وينهم بتنقويوش لاي بزافنا ببهاروست عدرو يملكوي نبرو سيطانات عقان انتن بميامل قواتشو سووج فيت ايا قالتونا ايا واردو سووجو ناس تمرو عاتمكو ودام لكو تكزيافير يملسواتشو بيت كريستيانن بمسرات هوارياتن مسلو سيطان عدرو باتشو ينبرو تنقويوش يتك امو باتشو ينبرو قاوشن تعدقو يباركونا اي قدسو لبيت كريستيان مسريانا متك اميانت يودو تنبر يهم غنا ساي ولدو بابونا تكل هايمانوت تنبيت تنقرو اللاتشو نبر بابونا تكل هايمانوت تاوتاتن يميسبر عقان انتن بتسألوتو يميارك هزبن كاتيات بشتا يميادن فتاريون يمياس دسس دقل جهونا البلو تنبيتن دتناقرو اللاتشو ابونا ساموئيل بسووج ببهارنا بزافلا يادرو يملكو ينبرو بتعام بزو عقان انتن عطفواتشو تنقويوتشنن بوستاتشو كادرباتشو سيطان يالاقاقو يكزيابير اغلقا يادر قواتشونا يامن اكسواتشونا بر تادقو عباتاتشن ابونا ساموئيل ونجيل انزورو بماستمار هوارياتن مسلو كالاويان غار لمواغات سونتاتشو لموت بمستت سمايتاتن مسلو بطوم بطلوت بسقدت بتغارلو كدوسان تارقانن مسلو يهن هلافينا تفي عالم نقو بمتو بحثاويانن مسلو بدلننا حاطياتن بماستسري كهيناتن مسلو بنصحناننا بقدسنا ملائكتن مسلو اندزيهم ليلوچ بزو اسدناقي تامراتن بمادرك يتواقالو بتمرت مسقل ادرغو اند موسى باهرن لهولت كفلوال اند اياسو بصلوتاچو صحاينا قوموال ابونا ساموئيل تغارلواتشون فتصمو كغيتاچن تالاك كيدان تقبلو بزيه چلت بسلام عرفوال باونت يقدس عباتاچن بركاتاچو يدربن قدوس ديمتروس سمات بزيه چكن بكاديو نغس بمكسميانو الزمن قدوس ديمتروس بسمايت نتعرف يهم قدوس كتسلونكي حاغرنو يكبرتش يبيت كريستيانم تمر تمرو بقنا تشايمانو تسنى هزونم يمياس تمر هنا كبريقباونا يجيتاتشين يأييسوس كريستوس هايمانو تن بمسبك بزوتشين كستات ملساتشو سلزيهم بكاريو نغوز زند ونجروت نغوزوم ودرسون ديامتو تاززا بنغوزوم زند عند سقاو يدن الدننا يتسنى عطنتو يسفاسو نبرم لسووچم هلو ارسو هلون يمياشنف ارسون يمياشنفو يلي اللي مسلاحچو نبر نغسوم يودوال يمكابتال اندهم يل نبر يناكالو قزوفيو نسو لمياشنف اني بزو غنزب ستوالو
በዚያን ጊዜ ስሙ በስጢዮስ የሚባል አንድ ክርስቲያናዊ ሰው ተነስቶ ወደ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ሄደ። እንዲጸልይለትና በስጋውም ሁሉ አሸናፊ በሆነ በመስቀል ምልክት እንዲያማትብበት ለመነው። እርሱም በላዩ ጸለየለት፣ በስጋውም ሁሉ ላይ በመስቀል አማተበበት። ከዚህም በኋላ ወደ ንጉሥ ገብቶ ከዚያ ስጋው ግዙፍ ከሆነው ጋር ያታግለው ዘንድ ለመነው። ንጉሡም ፈቀደለት። በታገሉም ጊዜ ስጋው የደነደነውን ያ ክርስቲያናዊን ሰው አሸንፎ ጣለው። ንጉሡም አዘነ፣ አደነቀም። ስጋው የደነደነውም በመሸነፉ አፈረ፣ ተመክቶበት ነበርና። ንጉሡ ስለዚህ ነገር ወታደሮቹን ጠየቀ። እነርሱም ቅዱስ ዲሜጥሮስ በላዩ እንደጸለየለትና በስጋውም ላይ በመስቀል ምልክት እንዳማተበበት ነገሩት። ንጉሡ ይህን በሰማ ጊዜ በቅዱስ ዲሜጥሮስ ላይ እጅግ ተቆጣ። ለአማልክትም ዕጣን እስከሚያሳርግ ድረስ እንዲገርፉት አዘዘ። ንጉሡም እንዳዘዘ እንዲሁ አደረጉበት። የንጉሡንም ትእዛዝ ባልሰማ ጊዜ እስከሚሞት በጦሮች እንዲወጉት ሁለተኛ አዘዘ። ለቅዱስ ዲሜጥሮስም ይህን ፍርድ ነገሩት። ሃይማኖቱን ትቶ ለአማልክት የሚሰግድ መስሏቸው ነበርና። ቅዱስ ዲሜጥሮስም እኔ ከእውነተኛ አምላክ ከሕያው እግዚአብሔር ልጅ ከጌታዬ ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ለረከሱ አማልክት እሰግድ ዘንድ ዕጣን ማሳረግም አልፈቅድም፣ የወደዳችሁትን አድርጉ አላቸው። በዚያንም ጊዜ ንጽሕት ነፍሱን በእግዚአብሔር እጅ እስከሚሰጥ በጦር ወጉት። ሥጋውንም በጣሉት ጊዜ ምእመናን ወደ እርሳቸው ወሰዱት። የስደቱም ወራት እስከሚያልፍ በሳጥን አድርገው በቤታቸው ውስጥ ሰውረው አኖሩት። የስደቱም ወራት ካለፈ በኋላ እግዚአብሔር ገለጠውና ከዚያ ወጡት። ያማረች ቤተ ክርስቲያንንም በተሰሎንቄ አገር ሠሩለት። ሥጋውንም በውስጡ አኖሩ። ድንቅ የሆነ ታላቅ ተአምርን እያደረገ እስከ ዛሬ አለ። ሽታውም እጅግ ጣፋጭ የሆነ የሽቱ ቅባት ከእርሱ ይፈሳልና በእምነት የሚቀቡትን በሽተኞች ሁሉንም ያድናቸዋል። ይልቁንም በእረፍቱ መታሰቢያ ቀን ከሌሎች ዕለታት ተለይቶ በብዛት ይፈሳል። ከአውራጃ ሁሉ ብዙዎች ሰዎችም ይመጣሉ፣ ከዚህም ቅባት ወስደው በማሰሮቻቸው ያደርጋሉ። ይቺ ምልክትም እስከ ዓለም ፍጻሜ በመኖር እንደምትገኝ ደጋጎች ካህናት ምስክሮች ሆኑ። አባ ጸቃዋ ድንግል ዘደብረ ዘኸኝ። በዚህችም ቀን የተመሰገነና የከበረ የደብረ ዘኸኝ መምህር ጸቃዋ ድንግል አረፈ። የዚህም ቅዱስ አባቱ ካህን ነው። በጥበብና በበጎ ተግሣጽም አሳደገው፣ መለኮታዊ ትምህርትን ሁሉ አስተማረው። አድጎ 40 ዓመትም በሆነው ጊዜ አባቱ ከአንድ ገዳም ውስጥ መነኮሰ። ለመምህርነትም ተመርጦ በአባ ገብረ ማርያም ወንበር ላይ ተሾመ። በዚያንም ጊዜ አባቱ ለልጁ የምንኩስና ልብስ አለበሰው፣ ስሙንም ጸቃዋ ድንግል ብሎ ሰየመው። ከዚያችም ጊዜ ጀምሮ ያለማቋረጥ በጾም በጸሎት ብዙ በመስገድም ታላቅ ተጋድሎን ተጋደለ። ከዚህም በኋላ አባቱ ባረፈ ጊዜ በአባቱ ፈንታ ተሾመ። መንጋዎቹንም እንደ ሐዋርያት ሥርዓት በመልካም አጠባበቅ ጠበቃቸው። በሌሊቱም ሁሉ ከባሕር ውስጥ ቆሞ ያድራል። ከባሕሩም ሲወጣ ወዙ በምድር ላይ እስከሚንጠፈጠፍ ስግደትን ያዘወትራል። ምግቡም ደረቅ እንጀራ ነው፣ ጠጅ ወይም ጠላ አይጠጣም። እግዚአብሔርም በእጆቹ ላይ ተአምራትን አደረገ። በጎዳናም ሲጓዝ ከታናሽነቱ ጀምሮ ሄዶ የማያውቅ መጻጉዕን አገኘ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብሎ የተጸለየበትን ውሃ በላዩ ረጨ። በመስቀልም ምልክት አማተበው፣ በዚያን ጊዜ ዳነ። ከዚህ ዓለም የሚለይበት ሰዓት በደረሰ ጊዜ ጥቂት ታሞ በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳኑ ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን።